اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده في سياسه تير احنا دايما في البرنامج ده بنحب ان احنا نعرض عليكم اهم صور او رسومات الكاريكاتير المتعلقه بالواقع وطبعا دايما الفن دايما بيكون معبر جدا عن الواقع وفن الكاريكاتير ايضا دايما بيكون بيعبر عن الواقع سواء كان واقع ده سياسي او اجتماعي او فني النهارده في حلقتنا النهارده هيكون معانا موضوع يعني مختلف يمكن عن الحلقات السابقه وهو عن الانتخابات الرئاسيه طبعا احنا عارفين الانتخابات الرئاسيه انتهت من فتره قليله جدا والنهارده هيكون ده موضوع حلقتنا النهارده مشرفنا في الاستوديو استاذ هاني عبد الجواد عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه للكاريكاتير اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك وأهلا بنص البرنامج واهلا بالمشاهدين اهلا بك أهلا طبعا احنا عارفين الانتخابات الرئاسيه انتهت من فتره قليله جدا وكنا شايفين يعني اهتمام كبير جدا من الشعب المصري ونزولهم على اللجان المختلفه وطبعا ادلوا باصواتهم وده كان يعني مظهر حضاري وكان شيء مشرف جدا قدام العالم اول صوره معنا هي بتعبر عن نفس الموضوع وهي طبعا بتقدم لنا طبعا احنا شايفين الموسيقار سيد درويش وحضرتك اللي هتعلق على الصوره طبعا الصور اللي بيبقى فيها كلام او بالونه بتبقى اكتر موضحه نفسها يعني ده يو بيغني بيقول مصر يا ام العجايب شعبك اصيل والخصم غايب خلي بالك من الحبايب دول انصار القضيه فدليل على الفرحه دليل على ان, إن مصر دايما يعني شعبها اصيل وما فيش العدوان برضو ما هياثر علينا ك يعني يعني رئاسه حاميه البلاد فيعني نوع من انواع الـ الفكاهه المصريه بالغنى مع الفضاء لا وهو كمان اختار ان حاجه قديمه لسيد درويش عشان يبين قد ايه ان دي حاجه متاصله في الشعب المصري يعني ان دي شيء مش حاجه جديده بالظبط آه اه اهتمام او الوطنيه اللي عند الشعب المصري ان ده شيء قديم جدا من يعني من زمان صحيح فعشان بالزبط. كده يمكن هو اختار اغنيه قديمه كان ممكن يختار اغنيه وطنيه جديده صح آه. طيب آه الصوره اللي بعدها احنا بنشوف برضو الناخب المصري وهي رساله الناخب المصري للعالم وكثافه آه التصوير طبعا هي برضو بتعبر عن نفس الموضوع عن الانتخابات وحضرتك اللي هتعلق على الصورة تمام هنا طبعا باين صندوق وفي انتخابات مع بلدنا قدام اي تحدي لان طبعا الفترات اللي فاتت كانت صعبة قوي من بعد الثورة يناير والطوائف اللي كانت عايزة تاخد الحكم وكده فدي رساله بنقولها يعني ليهم ان دايما مصر قدام اي تحدي وباين طبعا الانتخاب والصندوق والجواب بتاع الانتخابات وكده فالصوره مبينه نفسها وكمان في تعليق ان في كثافه كمان في الانتخابات الرئاسيه. ده بالظبط وقد ايه اهميه صوت الانسان يعني او صوت المواطن ان صوتك ده آه قد ايه ممكن يغير آه الاحداث بشكل كبير ان آه ان في الاخر المواطن هو اللي بيحدد مصيره هو اللي بيحدد مستقبله بالظبط فده شيء مهم جداً. جدا طيب الصوره اللي بعدها آه برضو يعني لرسام الكاريكاتير احمد قاود وهو آه بيصور لنا مصر وهي آه شايله صوره الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل محبه وتقدير هنا الفنان جسد مصر في شكل آه آه السيده يعني اللي هي مصر دايما بنجسدها ممكن تبقى مثلا لابسه اخضر ممكن تبقى عليها علم مصر وشايله صوره عبد الفتاح السيسي على انه هو الرئيس وهو اللي هيحمي البلاد فالصوره بتعبر عن نفسها وفي سعاده طبعا واضحه على مصر يعني بالرئيس يعني ان هو مكمل وربنا دايما يحمينا يعني فالصوره مكمله نفسها وبتقول ان دايما مصر اختارت الرئيس ان فعلا الشعب والانتخابات والاصوات هي اللي اختارت الرئيس. اكيد. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفصل ونرجع معاكم نكمل حلقتنا عودنا مره اخرى مشاهدينا الكاريكاتير القادم هنشوف مع بعض مصر وهو الكاريكاتير بيصور لنا بابا نويل على ابواب غزه ولافته مكتوب عليها غزه ترحب بكم وطبعا الدمار اللي مسببه الاحتلال يعني الصوره برضو حضرتك اللي تشرحها الصوره بدون تعليق او تعليق بسيط لكن القيمه الفنيه في العمل عاليه جدا الدين خلفيا بابا نويل معاه الهدايا وداخل على غزه فطبعا يعني عايزين نقول في الرسم ان هو مش لاقي حد يفرق عليه او يوزع عليه الهدايا من كتر الدمار اللي حصل ومن كتر الاطفال اللي, اللي ماتت فهي صوره بصراحه بتتكلم عن نفسها وطبعا مختار الوان فيها الكونتراست الاحمر والازرق والنار فدي الوان على طول فيه بتجذب العين يعني فقيمه فنيه كبيره ومع الاسف طبعا الوضع في غزه مش لطيف عايز يقول هو اختار لي. كمان آه. آه يعني بابا نويل انه هو رمز للسعادة عند الاطفال كلها سواء كانوا مسيحيين او مسلمين حتى صحيح. آه فان احنا حتى نجيب رمز السعاده ده بيتفرج على الحرب يعني معناها ان ان احنا يعني حتى اكتر شخص المفروض يكون سعيد وبيسعد الاطفال هو نفسه مش سعيد لان هو عمال بيشوف مشاهد حواليه يعني مليانه بالدم والقتل والحزن فهو نفسه مش مبسوط. بالاضافه ان الصوره كمان ما فيهاش حد يفرق عليه الهدايا بتاعته. بالظبط عايز يقول ان هو على مين بالظبط الدنيا آه. كلها متدمره يعني. صح طيب الصورة اللي بعدها برضو بتعبر عن نفس الموضوع وهو برضو عن الحرب على غزة وحضرتك اللي هتعلق على الصورة <applause> الرسمة دي يعني نوع شوية من الفولكلور المصري يعني مزيج ما بين بابا نويل وما بين الراجل اللي معاه العيش فعايز أقول يعني شوية فكاهة أن الناس يعني برضو أقل حاجة بتفرحها وبتبسطها فحتى العيش يعني بابا نويل عمرنا نشوفه راكب عجلة ومعاه عيش بلدي وكده لان ما عندهمش الاساسيات بتاعه الحياه ان في بعض الناس بالظبط آه. في بعض الناس محتاجين العيش وفي نفس الوقت هو متمصر شويه يعني بدل ما معاه الـ 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 الشنطه اللي فيها الهدايا والالعاب لا انا جايب لكم حاجه مفيده اكتر ليكم أنتوا محتاجين للعيش اكتر يعني <applause> هم عشان ما عندهمش حاجه خالص <applause> فعلا يعني هو فعلا حتى احنا بنشوف يعني في كل مكان بيطلعوا في غزه بيقولوا احنا ما عندناش حتى عيش او ميه او الاساسيات بتاعه الحياه ان احنا نقدر نعيش فهو بالزبط. بدل ما هيديهم هدايا مش هيستخدموها بالزبط. بيديهم ديوم حاجه يستفيدوا بيها صح, صح؟, صح؟, صح طيب الصوره اللي بعدها نشوف مع بعض العلم علم فلسطين والدم بينزف من اللون الاحمر وطبعا دي اشاره يعني للاحداث هنا يعني في رسمه واضح قوي على اللي ماسك العلم بالرغم من المساحه القليله اللي على عينيه الا ان عينيه باين عليها الاصرار وبين عليها النصر وبين عليها ان هو بيقول هتفضل فلسطين مهما حصل وهيفضل قبه الصخره والقدس فلسطين ودايما في لاخر لحظه في عمره بيرفع العلم. فباين عليها التحدي وباين ان هو يعني مناضل وبين ان هو دايما بيقول ان فلسطين دايما هتفضل مستمره وحيه يعني. وان الاطفال هم المستقبل فهم اللي لازم فعلا يرفعوا الرايه يعني هم المستقبل بتاع بكره او هم بالزبط. اللي هيحاربوا بكره بالزبط. فلازم هم من هم صغيرين يبقوا مستعدين لحاجه زي كده. حتى شفنا في لقاءات كتيرة جدا الاطفال تحس ان هم في الحديث معاهم بيتكلموا كانهم ناس كبيره. ناس كبيره. عندهم مبادئ وعندهم زي سلوجنز بيقولوها ونوك زهرك بتقولي فعلاً إن هم يعني كبار يعني هم فعلاً أطفال بس كبروا يعني من كتر الأحداث, الأحداث اللي حواليهم بالضبط. كبرتهم بسرعة لأن أوه. ما عندهمش وقت إن هم يعيشوا طفولتهم حتى فهو من هو صغير هو بيبقى بتحس ان عيلته نفسها بتمرنه على اللي هيحصل بعد كده او الاحداث الصعبه يعني. ان شاء الله يكون مصيرهم في الجنه افضل كتير من اه طبعا اكيد ناس كتير ان أكيد. شاء الله اكيد علم فلسطين ايضا الصوره القادمه وبنشوف علم فلسطين على الخريطه الفلسطينيه المحاطه باحزمه النار. طبعا الرسمه بسيطه جدا ومعبره الجزء الاحمر بتاع المثلث بتاع علم فلسطين مكتوب عليه الدم حرام وبدا ان هو يتحرك وينزف اللون الاحمر على بقيه الالوان فصورة معبره جدا وبتقول ان في دم وفي حرب وده اللي بيحصل ده حرام. <applause> <applause> طيب الصوره القادمه ايضا لاحمد قعود وهي كاريكاتير لعلم فلسطين نازل منه ايضا نزيف دم على شكل خريطه غزه. يعني هنا نفس الموضوع برضه صوره معبره جدا وواضح عليها قطعه الارض على الخريطه بتاعه فلسطين. وباين عليها طبعا سقوط الدم من اللون الاحمر من فوق من يعني من الشمال الى الجنوب لان هم الفكره هنا كان في زي حرب جايه من بيحاولوا يخلوهم يتحركوا اتجاه الجنوب اكتر ودي كانت الحرب البريه والحرب بالصواريخ كانت دايما بتوجههم في الاتجاه ده فباين من فوق دم وباين من تحت نيران ان هم محاوطينهم بس في اتجاه اكتر ماشي ناحيه الجنوب يعني مم. وان هم يعني الاحداث او ان في معظم الناس فعلا هي بتبقى عايزه تهرب من النيران او من الصواريخ او من الضرب فبيتجهوا ناحيه الجنوب اكثر. بالظبط بالظبط. طيب الكاريكاتير القادم هنشوفه مع بعض وهو مواطن بيحمل العلم. هنا العلم بتاع فلسطين معمول بشكل مقلوب وكانه هو الدم او اللي بيغذي عارف لما بقى فيه كده بيحطوا الكانيولا وبيحطوا فيها زي محلول مم. فهنا كانه بيقول ان ده بيغذي الدم هو اللي بيغذي القضيه برضه في تساقط دم وبيزود القضيه اللي فيها حرب ودماء وسفك دماء وكده ف معبره جدا اللوحه صح وان هي دي الحقيقه ان الدم الفلسطيني او اللي احنا بنشوف الاحداث اللي بتحصل دلوقتي هم اللي بيضحوا بس هم اللي بيخلوا برضه ان يعني عدد كبير جدا يعني من الناس بيتعاطف معهم لسه حضرتك كنت قبل الحلقه بتقولي ان حتى في دول اجنبيه كتير ناس بقت متعاطفين جدا مع القضيه الفلسطينيه وفي ناس ممكن تكون اعتنقت الاسلام بسبب الاحداث اللي هم بيشوفوها لان اللي بيحصل ده طبعا ظلم وواضح ان هو عمره ما حصل بكده عالميا حتى الدول اللي بتساعد في الحرب سواء بالفلوس او سواء بالصواريخ او كده الشعب بتاعها نفسه يعني يعني غضبان عليهم يعني حتى اسرائيليين او يهوديين متضايقين من اللي بيحصل لان ده حاجه ضد كل كل الاديان يعني ما بغض النظر عن الاسلام ضد كل الاديان فبالتالي هم تعاطفوا مع فلسطين اللي هم مسلمين اكتر بس هي الفكره مش فكره اسلام اكتر ما هي ان ليه ده يحصل حاجه لحقوق الانسان بالظبط ده اكتر يعني صح الصورة اللي جايه او الرسمة اللي جايه هي لحضرتك طبعا هي فتاه فلسطينيه مناضله وايضا حضرتك اللي هتشرح الصوره اللي. هنا العلم باين ان هو في غربال الغربال ده موجود في علم فلسطين اسرائيل اسف ده معناه ان هنا يعني اسرائيل غربلت الفلسطينيين بطريقه يعني كفايه يعني ما حدش بيعمل بالدقه دي ان هو بيقتل يعني الاطفال وبيقتل غربله كامله جدا للبلد يعني دايما كان بيبقى الحرب ما بين مثلا حماس مثلا او الناس اللي بتحارب والدوله الثانيه لكن الموضوع عدى الحدود وبدا ان هم كمان يغربلوا السيدات والاطفال وناس ما ذنب في الموضوع فالرسمه معبره جدا الغربال يعني معنى كده ان هم يعني ما سابوش حاجه انه هو حتى الاطفال يعني او السيدات المفروض دول ما بيبقوش طرف في الحرب هم زي ما يكونوا مستهدفين اساسا يعني بالضبط. استهدفوا الشخصيات دي او الفئات دي ما سابوش حاجه يعني هو عايز يقول بالغربال ده ما سابوش حاجه خالص بالظبط طيب دلوقتي مش عايزين نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل حلقات عدنا مرة أخرى مشاهدينا والكاريكاتير القادم هو الأستاذ هاني عبد الجواد وهي فتاة فلسطينية مناضلة وحضرتك بقى اللي هتشرح لنا الصورة اللي حضرتك شايفها دي الفتاة اسمها رحمة زين الفتاة دي كانت بتتكلم مع الناس الإسرائيليين اللي كانوا موقفين معبر رفح لان كان في بعض الاعانات جايه عربيات جايبه لهم اكل مودياهم الفتره اللي كانت فيها رفض للعبور العربيات في معبر رفح فالجميل فيها ان هي كانت بتتكلم مع سيده امريكيه وبتتكلم معاها على اساس ان هي ليه بيلا بيحصل وانتوا ليه فين فين انسانيتك وكانت بتهاجمها بشكل قوي أيوة جدا فحبيت الجسد ده بشكل رسمي ان قالت يعني انها يعني ممثله وانها بتحاول يعني تعمل زي سبق بس بالضبط. انها تاخد اللقطه يعني فكانت شكل مقاومه لطيف قوي بيتم من سيده وبتخاطب برضه سيده على قضيه كبيره القضيه الفلسطينيه وازاي يا جماعه يعني نمنع الاكل الاطفال فاللطيف ان كمان السيده اللي اتكلمتها طلعت على عمل يعني عملت حديث كمان عن ان يا جماعه نوقف او نقلل ان ده فعلا ظلم فكانت بتخاطب بانسانيتها اكتر من ان هما يعني في حرب او كده يعني فكانت مشهد كان مؤثر يعني. اكيد وانتشر فعلا في كل م. مكان يعني على القنوات كلها تقريبا. طيب الكاريكاتير القادم <applause> هو الأستاذ محمد عبد اللطيف وهو كاريكاتير في عسكري طبعا اسرائيلي بيقرا في الجورنال. طبعا باين هنا تعبير الجندي الاسرائيلي <applause> ان هو يعني بيتكلم عن الخوف ينقص الوزن الزائد. وكأنه يعني بيقول يعني خوف يعني بالرغم ان هو متدرع بدبابه ومعاه الاسلحه وبيهاجم ناس بشكل بري وبيهاجم مباني الا ان الخوف لازال موجود فيه وموجود بشكل يعني خايف جدا يعني هو خايف ما يلاقيش اكل او خايف يحصل فيه مشكله بس باين عليه الخوف والرعب بالرغم ان هو مسلح جامد جدا يعني. مم. الكاريكاتير القادم هي ام فلسطينيه بتبكي على ابنها وطبعا احنا المشهد ده بنشوفه في الواقع يعني دايما فحضرتك برضه تشرح لنا الصوره. الام او الجده دي طلعت في حديث قبل كده ان عمرها اكبر من عمر اسرائيل. فهي جابوها وجسدوها ان هي بتمثل فلسطين، دوله فلسطين، وبتتعاطف طبعا مع الطفل اللي استشهد ومع الاسف غرز في ظهره علم اسرائيل. وده معناه ان ده تعدي على الارض وتعدي على الانسانيه وتعدي على الاطفال بشكل مؤسف يعني حتى بدل ما العلم بيغرز دايما في الارض او في على جبل او على قمه جبل كانه نصر فبيقول ان ازاي دوله تغرز علم في ظهر بني ادم فده معناه ده قسوه جدا على اللي حاصل فده تجسيد قوي جدا على المشهد وفعلا معبر عن الموضوع كله بشكل رسمه بسيطه وده فعلا دايما الكركتير كده يعني دايما الكاريكاتير اول كرتون دايما بيعبر عن الواقع ودي مدارس من زمان كمان من ايام ناجي العالي المناضل الفلسطيني دايما كان بيعمل كده يعني حتى اغتيل من اسرائيل بسبب ان هو دايما بيرسم رسومات بيعكس الحقيقه فدايما الكاريكاتير هيفضل ان هو بيعكس الحقيقه حتى لو محلهاش بس على الاقل بيوضح للناس الحقيقه إيه انه حاجة. بيفضحهم او بيفضح بالزبط. اللي بيحصل عشان كده هم كمان بيستهدفوا الصحفيين والأعلاميين بشكل كبير جدا لان مش عايزين الصوره الحقيقيه توصل للعالم لان ده بالنسبه لهم يعني بيتفضحوا فهم مش عايزين الناس تشوف ايه اللي بيحصل داخل غزه. م. طيب الصوره القادمه ايضا هي لام فلسطينيه ايضا بتبكي على اطفال فلسطين وارواحهم الطاهره. واضحة دايما ان هي فلسطين بتجسدها في شكل المرأة وطبعا الاطفال والشهداء بشكل ملايكة وواخدين معاهم علم فلسطين ومع الاسف طبعا الغدر يعني حتى لو خدت بالك الطلقة الاصابة جاية في الظهر ده معناه خيانة خيانة, خيانة او غدروا بيهم وما فيش قدامها غير انها تدعي لهم وان شاء الله يعني هيكونوا في الجنة بس طبعا مؤثرة جدا الرسمة يعني أكيد طبعًا وده هو ده الواقع يعني للأسف. طيب الكاريكاتير القادم هي خريطة فلسطين وطبعًا بنشوف الدم المسفوك ظلمًا وعدوانًا بيحاصر العالم. هنا جسد الكرة الأرضية في شكل إنسان و يعني كأنه ماشي في طريق غزة. الطريق الطبيعي بيبقى طريق طبيعي يعني لونه رمادي مثلًا أو رملي لكن لقى فيه الدماء مغطاة على الأرض. فعايز يقول ان غزه كلها بقت دماء فحتى يعني مش عارف يمشي حتى من كتر الدماء من كتر المسائل الكبيره اللي حصلت يعني. الكاريكاتير القادم لاستاذ احمد خلف وهو كاريكاتير بعنوان غضب شعبي في اسرائيل ضد نتنياهو واحنا كنا شايفين ان كان في مظاهرات ضده فعلا معترضين على الاحداث او على الحرب على غزه. رسمه قويه جدا ممثل في ملك الموت ونتنياهو قدامه الطبق الطبق ده مرسوم فيه علم فلسطين يعني من كتر الضحايا اللي ماتت فهو كان بيقول له ممكن كفايه يعني يعني تخيلوا ملك الموت كانه مش ملاحق على كتر الارواح اللي بتستشهد فيعني الموضوع عدى الطبيعه والكاركاتير هنا بيجسد حاجه فوق الطبيعه اكتر ان ملك الموت راح له لحد عنده بيقول له كفايه ودي ما حصلتش قبل كده دايما يعني التجسيد المبالغ فيه لان فعلا اللي حصل ده مبالغ فيه جدا في 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 الحرب او في الحروب كلها. اه احنا حتى في يعني في وقتنا المعاصر دي اول حرب بنشوفها بالشكل ده يمكن في الحروب العالميه زمان احنا ما كناش طبعا بنشوفه يمكن الاعلام ما كانش متقدم قوي زي دلوقتي ان ينقل لك الاحداث لحظه بلحظه فما كناش بنشوف ايه اللي بيحصل لكن دي اول حرب معاصره احنا نشهدها ونشوفها ف احنا بن... الاجيال اللي عايشه دلوقتي اول مره يمكن تشوف حاجه زي دي بالضبط يعني حتى بيسالوا بيتسائلوا هو ايه اللي حصل طب ليه اسرائيل بتعمل كده وطبعا الميديا زي ما حضرتك قلتي والموبايلات والكاميرات والسوشيال ميديا حتى البديله فعلا وصلت بعض الحاجات بالرغم من ان بعض المنصات كانت بتمنع واسرائيل نفسها كانت بتقطع النت على بالزبط. عليهم في غزه صح النت والميه والحاجات دي بس بالرغم من كده احنا برضو شفنا اللي بيحصل وسواء بقى مغطين صحفيين مصريين او من دول تانية فاحنا فعلا شفنا واتفضحوا قدام العالم كم المأساه اللي بيعملوها اكيد اخر كاريكاتير معنا <applause> عفوا هو كاريكاتير لاستاذ احمد قاود وهو بيعبر عن دور مصر العظيم في العالم العربي طبعا هو هنا عايز يقول ان مصر هي الشمعه المضيئه في الوطن العربي أو في جامعه الدول العربيه بشكل كبير وهتفضل دايما مضيئه واستخدم الكرة الأرضية أن يعني العالم يعني مش مش بس الوطن العربي لا ده العالم العربي وممكن كمان تبقى العالم كله أن هي أهم دولة عربية وإن شاء الله بالانتخابات اللي حصلت وبال هنفضل أقوياء إن شاء الله ومش هي مش هيقرب لنا حاجة فهو عايز يقول أن مصر هي الشام اللي آه بتضيق حتى حتى في الأسرة مثلا أو في الناس زي مثلا السودان أو فلسطين دائما مصر فاتحه بأبوابها ابوابها دائما للاجئين يعني ده حقيقه انا بشكر حضرتك جدا استاذ هاني عبد الجواد عضو مجلس اداره الجمعيه المصريه للكاريكاتير شكرا جدا شكراً. على وجودك وكمان على تعليقك على الرسومات اللي كانت معانا النهارده شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك بشكر جدا كل المشاهدين على المتابعه وان شاء الله يتجدد اللقاء